السادة العمال، سيدات السادة المدراء، سيدات السادة ممثلو الوزارة الخارجية، سيدات السادة الحضور الكريم، إذن بعد استكمال النصاب، حيث أن عدد الأعضاء الحاضرين هو 29، وعدد الأعضاء المتغيبين هو 10، نبتدئ إن شاء الله الأشغال التي الدورة الاستثنائية لمجلس جهة كريمين والبنون التي تتضمن 21 نقطة في جدول الأعمال. إذن أولا السيدات السيد الوالي السادة العمال السيدات السادة الأعضاء، أريد أن أرحب بكم جميعا في هذه الدورة الاستثنائية الرابعة منذ بداية العمل في الصيغة الجديدة للمكتب. أريد أن أستغل مناسبة ذكرى الرابعة والأربعون لعيد المسيرة الخضراء من أجل تقديم التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وللشعب المغربي، وهي مناسبة لتجديد الولاء وأيضا للتأكيد على تشبثنا بوحدتنا الترابية، وللتذكير خصوصا بالدور الطلائعي الذي دائما كانت تلعبه الأقاليم جهة إقليم والدون وساكنتها من أجل مقاومة الاستعمار آنذاك والدفاع عن وحدة المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصر الله ذاتي، والذي تقدم به المغرب منذ سنوات من أجل فك هذا النزاع المفتعل. فهنيئا لنا ولملك خالد السياحة وذلك بمبلغ 124 مليون جنيه ممولة من طرف القطاع العام الوحيد دون احتساب استثمارات القطاع الخاص، ومن أجل تسوية تراب الجهة وتسهيل الولوج وتراب. شكر جزيل للأخوات والإخوة أعضاء المكتب، الأخوات والإخوة رؤساء وأعضاء اللجان، الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الجهوي. الشكر أيضا للإدارة بكل طاقمها، للمصالح الخارجية وللولاية للتعبئة الكاملة والشاملة، للعمل الجاد ولمجهودات الجميع من أجل وضع ركائز أساسية، ركائز أو التعليم أو الصحة أو التشغيل أو الاستثمار العام والخاص إلى غير ذلك من المجالات الحيوية. أريد أيضا أن أنوه بالعمل يعني وتيرة العمل لجنة استطلاعية التي تم إعطائها مهمة وإصلاح والسير إلى الأمام مرحلة الإرجاع بتقديم موجز على محتوى التصميم الجهوي لإعداد التراب، والجزء الثاني لإعداد الموسيقى المتعلق ببرنامج التنمية لجهة اليمين والمدن. محور العرض أول في الجزء الأول هو تعريف موجز بالنسبة لأهداف التراب وأهم النتائج ديال التشخيص التي توصلنا بها، وفي النقطة نبدأ على القدرة المالية ديال الجهة باش نعرفوا تقريبا شحال يمكن الجهه باش تمول. اذا بالنسبه لبرنامج التنميه الجهوي فهو وثيقه مرجعيه لبرمجه المشاريع والانشطه ذات الاولويه، يتم اعداد برنامج التنميه وفق المجلس. السلام ممثلي المصالح الخارجيه الحضور الكريم، السلام عليكم. نحن حقا اللحظه بصدد مناقشه للدراسه والمصادقه على وثيقتين مهمتين تستمدان قوتهم من القانون التنظيمي للجهات، بل أكثر من هذا أن في لحظة برمجة خصوصا برمجة ميزانية التجهيز يجب استحضار مضامين هذه الوثيقة المرجعية اللي هي البرنامج التنموي الجهوي. وكانت الحقيقة بيدنا اليوم بعد مرور أزيد من 3 سنوات هذه اللحظة تكون لحظة لتقييم وتحليل البرنامج التنموي، وليست لحظة للمسابقة على البرنامج التنموي اللي كيف قال الأخ اللي تفضل قبل قليل أصبح في خانة المستحيلات إنجازه في هذا فيما تبقى
من الولاية. وفي الحقيقة هذه سنتين من التوقيف، لأن نبغي أيضا نأكد ونشكر الإخوة في مكتب الدراسات، لأن بغيت نقول إلا كان شي واحد يستافد من هذا التوقيف ديال هذا المجلس يمكن هو مكتب الدراسات اللي أخذ وقته الكافي باش وجدنا وثيقتين مهمتين نشكره عليها. إيجابياتين تكمن أولا في تعزيز تمقرضة الولوج إلى التعليم العالي وتعزيز العرض الجامعي بالجهة، كما سيسهم في خلق دينامية اقتصادية بعاصمة الجهة ورواج كراء نقل تثمين العقار حركة ثقافية. نأمل، والسيد رئيس الجامعة حاضر معنا هنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.